لأنه المسلسل وأبطاله صار جزء من حديث الناس كل سنة على مدى 5 سنين، خاصة تيم حسن جبل اللي عم بيودع هالسنة هاي الشخصية ليرجع يلتقيها بالفيلم اللي عم بيحضروا له. بس بدي أخبركم كمان أنه فريق العمل للمسلسل بعدهم عم بيصوروا المشاهد الأخيرة بهذا الجزء الخامس والأخير، وبقي لهم حوالي أسبوع ليخلصوا. لهيك أنا حبيت يكون اليوم معنا مخرج هالعمل اللي تعب 5 سنين ليقدم لنا عمل ضخم قدر يكون واحد من أهم الأعمال العربية لسنين، واللي هو أستاذ سامر برقاوي. مساء الخير أستاذ سامر. مساء الخيرات يا صبحي. يعطيك العافية أول شيء، بعرف لهلأ عم تصوروا فأكيد تعبانين. إيه والله هيك، هاي الفترة هيك عم نعمل الفينال وهيك حاشدين شوي طاقتنا لقله، مع أنه على آخرة يعني. طب بس ليش لهلا عم تصوروا؟ على امي كمان، كيفك امي؟ سامر معك؟ ايه عم بتسلم على امي؟ ايه عم اقول لك كيفك امي، خلصت هي نزلت. اوكي خلصت. ايه بس انتوا ليش لهلا عم تصوروا؟ وبعرف انك عم تصور مشاهد يعني معارك صعبه. هو مسايب انه يكون الفينال فيه الاكشن اللي مسايب كمان انه يكون باخر ايام تصوير العمل الحلقات الاخيره يعني. الله يسترنا من الحلقات الاخيره. هلا بعرف انه انت ما فيك تحرق احداث المسلسل، بس بدي تقلي لوين رايحين بهالاحداث. هلا اكيد نحن طارحين حبكه مختلفه عن بقيه الاجزاء. بلشت هيك هلا اذا عم نحكي نحن على اكتمال الثلث الاول تقريبا او الحلقات الاولى، ظهرت الشخصيات وفردت اللي عندها تقريبا. بعتقد هذا بالمعالجه اللي هلا نحن عم نجرب نقدمها بالجزء الخامس هي حامله مسؤوليتين، يعني تحكي حكايه هذا الجزء وكمان عند استحقاق نهاية السيري المجموعة كلها الأجزاء يعني أفلو. فنحن عم نحكي عن نهاية مصائر للشخصيات. يعني بدي أعرف أنا حقيقة إمتى رح تبلش المواجهة بين جبل ووديع؟ يعني نحن هي المواجهة هي على كذا صعيد اللي تسمينا، إحنا دخلنا مرحلة المواجهة المخفية بيناتهم، وهي ظهرت بالمشاهد الأولى يعني. صح. كيف التقوا بالبدايات وهذا التصاعد عم يتحول بالكلام المبطن بتلميح، وواضح تماما انه عم يزرع وديع تمه بشكل غير مباشر. بعتقد هذا اللي حيتطور لاحقا لمواجهات مباشرة. طيب كيف كان الشغل مع عبد المنعم عمايري؟ والله مع عبد صديق قديم وترافقنا بالمشوار وكبرنا بهالمهنة سوا. صح. هو بالمكان وأنا من مكاني. ما تغير عليك؟ إنه أنا هلا ما تغير، لأنه أنا يعني تقريبا عم ننتقل من محل لمحل، نحن تقريبا شغالين مع حوالي 6 أو 7 أعمال. صح. فعم يتغير علي حسب كل دور يكون معي فيه، ودائما بيفاجئني يعني. وهو بيعرف استحق الهيبة مانو قليل، وهو مستمتع وحابب، خاصة انه هو مشكل علاقة كتير حلوة مع شخصيات العمل وكواليسهم يعني، حتى مع ممثلينه بالأخص بحكي عن تيم وعلى وامي يعني. هذا الانسجام رح يعطي ثمراته على الشاشة إن شاء الله. حلو. طيب هلا بدي أسألك على الفيلم، يعني حقيقة أنا ما بعرف هو الفيلم رح يكون اختصار للقصة الفيلم اللي رح تصوروه عن الهيبة، أو رح نكمل الأحداث من بعد الجزء الخامس، أو الفيلم بشكل عام هو قصة جديدة بس مستوحاة من الهيبة. هلا الفيلم من اسمه أكيد الهيبة، شخصياته موجودة أساسا وجاي من السلسلة نفسها. لكن هو ما أنه ملخص للأجزاء الخمسة. هو بيحمل مقومات الفيلم والبنية الشخصيات اللي جاي من المسلسل. أوكي. حتفرز هاي القصة، حتفرز حكاية فيلم وليس حكاية مسلسل.
بعتقد في اختلاف في البناء الدرامي والمعالجة على كل المستويات. يعني كأنه عم نشوف قصة جديدة صح؟ يعني أنا بعتقد أول شيء شرط العرض حيفرض علينا الاختلافات. أنت حتروح الصالة تحضر فيلم اسمه الهيبة بالوقت اللي نحن هلا عم نحضر مسلسل توفر على التلفزيون بعرض متوازي الناس عم تحضره كله. بتبتدي الاختلاف من هون، وأكيد عم نحكي عن حكاية تحمل البنية القصصية أو البنية الدرامية لفيلم. طيب قلت لي شغلة وقت التقينا ببيروت، قلت لي أنه حضرتك وتيم حسن وشركة الصباح مخططين لقدام لأكثر من مشروع، سو بدي أعرف شو هي الخطة. هلا أنا وتيم وبالشراكة مع شركة الصباح تشاور دائما مع صابي، دائما الأفكار واللادة والحماس موجود لتقديم دائما الجديد. هذا الجديد تقريبا دخل بمرحلة الاختمار يعني مثل ما بيقولوا، وصار ممكن يعني إن شاء الله مع مطلع العام القادم يكون تبلور وصار جاهز ليتصرح عنه كمشروع مكتمل. قطع شوط حتى بالتفكير والتحضير. طيب هلا انا بعرف انه عم بتحضروا لمسلسل من بطوله تيم حسن، شو بتقدر تكشف لنا عنه؟ يعني والله بتعرف انت صبحي دائما نجرب يعني حافظ او هيك اتكتم او سكر شوي على الحكايه لحتى تاخذ حق من التفكير. صح، بس قل لي لانه ممكن بصير عليك بالشكل العام اي شيء بدك تقوله ما بتقدر تغير او تفكر بانك يعني تاخذ مساحه للمراوحه والتفكير بالخطوة كيف شكلها الأخير بده يبين. طيب بس اللي عم تشتغلوا عليه هو مسلسل فيه أكشن بوليسي، يعني بس أعطيني التلميح. هلا نحن عم نحكي عن مسلسل لرمضان إن شاء الله. أوكي. بعد القادم. أوكي. أوكي. وثلاثين حلقة عم نحكي. وفيني اقول لك انه عنوانه خارج الصندوق، يعني ما حابب اسطه على اي مصنف من اللي ذكرته. الامل والطموح يكون ان شاء الله يحمل نكهه المصنف الجديد. حلو. انا بدي اتمنى لكم كل التوفيق، بتشكرك على مداخلتك معنا ومبروك على نجاح العمل، وان شاء الله لقاءاتنا بعملك الجاي. الله يبارك فيك صبحي، وشكرا كثير لك. شكرا.